وينضم إلينا الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وعضو مجلس الاتحاد الدولي للمستشفيات. مساء الخير وأهلا بك معنا دكتور فوزي في أخبار المملكة. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز، مستشفيين خاصين حصل على شهادات التقدير من 4 مستشفيات حصلت فيها الأردن على شهادات تقدير لتميزها في الاستجابة لأزمة كورونا. حدثنا عن هذا الإنجاز. مساء الخير. بالتأكيد بأن هذه الجوائز بمستشفيات خاصة وحكومية من الأردن من قبل الاتحاد الدولي للمستشفيات يعتبر تكريم للأردن في التعامل مع جائحة كورونا، وتم الإعلان عن هذه الجائزة قبل حوالي شهر تقريبا، وقمنا نحن في جمعية المستشفيات الخاصة وباعتبار الأردن عضو في هذا الاتحاد بالتعميم على المستشفيات التي قامت بتقديم خدمة علاج مرضى كورونا. وهذا الشيء الحقيقة تم تقديم بيانات وملفات كاملة على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه المستشفيات للاتحاد الدولي، وبعد التقييم وجدوا بأن هذه المستشفيات حققت المعايير المطلوبة للحصول على هذه الجائزة. والحقيقة أن هذه الجائزة سميت Beyond the Call of Duty for COVID-19، يعني اللي هو التميز أو الاستجابة لما فوق الواجب، يعني في إجراءات إضافية عملت في هذه المستشفيات مما أحالتها أنها تفوز بهذه الجائزة. وقام الاتحاد الدولي للمستشفيات بإطلاق حملة إعلامية دولية واسعة على مستوى وسائل الإعلام في مختلف دول العالم، أعلنوا فيها عن المؤسسات التي فازت بهذه الجائزة. ويذكر بأن الأردن كان له تميز الحقيقة بشكل عام في التعامل مع هذا الملف من خلال الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في توفير خدمة علاج مرضى كورونا، وبالتالي الأردن والحمد لله لم يكن هنالك أي مريض يحتاج علاج لمرض كورونا ولم يجد سرير سواء في القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا ما لم يكن يتوفر في دول كثيرة بما فيها دول غنية جدا، وشفنا في أمريكا وفي إيطاليا وفي بريطانيا كيف صار في ازدحام في المستشفيات وفي نقص بأجهزة التنفس الصناعي، وهذا لم يحصل في الأردن الحمد لله. طب ما المعايير التي تم اعتمادها حتى يتم اختيار الدول الفائزة في هذه الجائزة ويعني تقديرها من خلال هذه الشهادات؟ يعني بماذا تميزنا عن غيرنا من الدول، وما هي المعايير التي كانت متوفرة في مستشفيات، ولماذا توفرت في هذه الأربعة مستشفيات دونا عن باقي المستشفيات؟ ما في شك أنه المعايير كانت واسعة جدا. بداية هي توفير الكوادر التي توفر الخدمة لعلاج مرضى كورونا، توفير أدوات الوقاية الشخصية لهذه الكوادر وتدريبها بشكل جيد بحيث تتعامل مع المرضى المصابين بهذا الفيروس، أيضا توفير البنية التحتية والأجهزة اللازمة لعلاج هؤلاء المرضى. الأمر الآخر أيضا تطبيق معايير الجودة في معالجات مرضى كوفيد-19، أيضا لابد من توفير الأدوية والعلاجات التي يحتاجها هؤلاء المرضى، عدم وجود نقص بأي من اللوازم التي يحتاجها المرضى أو الكوادر خلال علاجهم لفيروس كوفيد-19، وبالتالي هذه المعايير كلها في إلها علامات، وهذه العلامات طبعا في الخبراء والحكام الذين يشرفون عليها. أيضا أنا نسيت أحكي أنه كان في بروتوكولات معتمدة سواء من قبل وزارة الصحة أو من لجنة الأوبئة، وطبقت هذه البروتوكولات حسب أعلى المعايير الدولية للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد. طبعا ليست جميع المستشفيات تقدمت لهذه الجائزة، مع العلم أنه إحنا عممنا الإعلان عن هذه الجائزة لجميع المستشفيات الحكومية والخاصة للمشاركة في هذه الجائزة. المستشفيات التي قدمت وحققت المعايير هي التي حصلت على هذا التكريم من الاتحاد الدولي للمستشفيات. طيب عدم تقدم المستشفى للجائزة هل يعني بأنه لا يطبق البروتوكول بالشكل المطلوب أم أنه ليس له علاقة؟ ليس بالضبط. طبعا هنالك مستشفيات يمكن لم تكن لديها الرغبة بالتقدم لهذه الجائزة، أو لم تكن تعتقد بأنها مؤهلة للحصول عليها، أو لأسباب تعود لإدارة المستشفى. لكن احنا لازم نذكر بانه الاردن اصبح عضو كامل في الاتحاد الدولي للمستشفيات في شهر 3/2020 بناء على ملف تقدمت به جمعيه المستشفيات الخاصه لهذا الاتحاد، والحقيقه اني انا بشكرهم كمان انه انتخبوني لعضويه مجلس حكام هذا الاتحاد، واليوم اصبح الاردن يمثل المنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا
في الاتحاد الدولي للمستشفيات، وهذا أيضا تكريم إضافي للأردن. الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وعضو مجلس الاتحاد الدولي للمستشفيات، شكرا جزيلا لك.